لخدمتي يعني الطلبة العلمي في هذه الكلية، والشكر موصول أيضا لزائرنا وضيفنا الكريم مصطفى المرابط الذي انتقل بنا من تخصصه من تخصص البيولوجيا، ويعني دخل في بحر اللوجيين من يعني تخصص يعني الدين في علاقته بالثقافة، فيعني خرج بحلة جديدة هي التي بدأت طوال هذا المجلس، فله منا جزيل الشكر يعني ووفير الامتنان. يعني ما أريد أن أثيره فقط وهو ليس إشكالا خاصا بأستاذنا الكريم، وإنما هو أو هي إشكالية مطروحة للحضور الكريم أيضا. إذا كنت أستاذ الكريم قد ذكرت في يعني نقطة يعني من نقاط عرضك هذا بأنه ما من يعني ثقافة إلا وتحمل في صلبها دينا، فهل يمكن بهذا المعنى أن ندخل شعائر الدين ضمن يعني الثقافة؟ والحال أن إدخالنا لشعائر الدين يعني ضمن الثقافة مثال يعني الحجاب، ارتداء الحجاب وإعفاء اللحية، يجعل بعض من أبناء جلدتنا يعني ينادون بضرورة ترك هذه الثوابت على اعتبار أنها من الثقافة، والثقافة من شرطها التغير. فنريد منكم جزاكم الله خيرا أن تضعوا بعض الضوابط المنهجية لتفادي مثل هذه يعني الأمور التي تصدر من بعد من أبناء جلدتنا، وأشكركم مجددا على هذه الجهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبل الشكر موصول للأستاذين الفاضلين، وانطلق مباشرة إلى مداخلتي، وهي عبارة عن مدخل ثم تركيز في بعض النقاط. بالنسبة للمدخل، أظن أن الحديث في هذا الموضوع هو حديث يتسم بجرأتي، ونحتاج إلى هذه الجرأة في الميدان التدوي الذي نحن فيه، ما أسعدنا بمثل هذه المجالس. ولكن أظن أن الخوض في مجال معين يحتاج الخائض فيه إلى معرفة ذات المجال أولا، ثم الانطلاق من هذه الذات بخصوصياتها ومعطياتها من أجل إيجاد أو طرح أو إيجاد تلك الإجابات التي يتوخاها الخائض انطلاقا من تلك الأسئلة التي حملها من مجال تداولي آخر في إطار التلاقح بين المجالات. وانطلاقا من هذا المعطى، أظن أن تاريخ الأمة لم يعرف تناقضا أو تعارضا في غالب أطواره ومراحله واختلاف أماكن الجغرافية. التناقض لم يعرف تناقضا بين الثقافة والدين، بل كان هناك تمازج وتلاقح وتكامل بين الثقافة والدين. وبعض الإخوة سبقني ذلك، فلا أريد أن أكرر هذا الأمر. وبناء على هذا الأصل، فإن ما قسمتموه أستاذ الفاضل في قضية أن مجال التداول العربي الإسلامي هو كذلك عرف فصلا بين الديني والثقافة، أظن أن له سياقات، ومن أكبر هذه السياقات وأظهرها وأبرزها هو تفاعلهم مع الثقافة، لأن ثقافتهم عرفت وافدا جديدا بمعطيات احتاج منهم تفاعلا. هذا التفاعل أبرز عناوين، ربما من هذه العناوين ما فيه مبالغات، ربما غير ذلك، لكنها عبارة عن تفاعل مع الثقافة وتفاعل مع المعطيات الواقعة. من ذلك قضية الاحتياط أو التحفظ أو غير ذلك. فلابد أن نقرأ هذا الأمر في سياقته ولا نبتره، لأن مسألة التجزيء أو البتر أو الاقتباس يعني يؤدي إلى تجزيء في النتائج. بالنسبة لقضية السيد الفاضل، أن يسأل ميزان أو لما موقعه قضية المتغير والثابت في الدين، إذا اعتبرنا أن الثقافة هي المحددة للوجه الحقيقي للدين. ربما قد أكون قد فهمت خطأ، ولكن هذا ما فهمته من كلامكم، أن الثقافة هي المترجم أو هي الصورة التي تحدد فيها يعني أبعاد الدين. فما هو يعني ميزان أو ما هو موقع المتغير والثابت في الدين وعندنا في الإسلام
وانا كذلك اضم يعني مسالتي الى مساله الاخ القاسمي، هي في قضيه عندنا ثوابت. هذه الثوابت يعني لا يمكن ان نبرر من يخالفها باختلاف الثقافه. ثم ذكرتم السيد الفاضل قضيه ان ذكرتم بان الانسان له القدره على التحكم في بعض القوانين البيولوجيه، ومثلتم بالتقرب الى الاله. ربما في هذه المساله في قضيه انه كانوا يعني يذبحون او انه يقدمون قربانا من الانسان اما للنار او، ثم تطور هذا الامر، هذا النوع من التقرب الى الاذكار والى النصوص والى الادعيه. واظن ان هذا الامر يعني ليس سليما، لان منذ البدايه كان الامر واضح ان الله عز وجل يعني اوحى الى ادم ابي البشريه الاذكار. الله عز وجل منذ قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدى. وبالتالي هذه النظريه غربيه نحتاج، ومن من مجال تداولي اخر نحتاج الى ان يعني نعطيها الصبغه، صبغه المجال التداولي الذي نحن فيه. فالانسان لم يتطور في تدينه بهذا المعنى، ولكنه تدين هناك مصدر قطعي. نعم تطورنا في اطار تنازلي وفي اطار تصاعدي، يتسم بالخطا والصواب، ولكن نطرح هذه المساله بهذه الفضفاضيه وربما في هذه الجزئيه نحتاج الى تفكير. حتى لا اطيل اشكركم مجددا وسعدنا بلقائكم، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدوري اشكر الوحده ديال ماستر الفكر الاسلامي ومناهج التجديد على هذه اللقاءات العلميه القيمه، وفي نفس الوقت لا يفوتني ان اتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ الفاضل على هذا العرض القيم الذي في الحقيقه يضم افكار دقيقه وعميقه تبعث في النفس كثير من التساؤلات. في تمهيدكم استاذ قلتم يعني حقيقة أن في واقعنا نجد من يسعى إلى تقزيم الدين وتضييقه وتسهيجه في مجال ضيق، بخلاف الحقل المعرفي اليوم كما نليتم يتطلب أن يعني أن يدخل الدين في مجالات متعددة وخاصة في العلوم الحقة، وهذا كثير يعني رأيناه يعني سمعناه من علماء يعني منذ زمن ولم يتحقق خاصة في إطار العلوم الحقة، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا المطلب. المسألة اللي أشرتم إليها أن في الغرب كان فصل الدين عن الثقافة، وهذا له ما يصوغه بحكم أن الدين يعني بين قوسين كان محرفا وكان يعني عنده تجليات في الواقع، يعني سبب في كثير من الانحطاط الذي كان يعيشه عالم الغرب في ذلك الوقت. بينما عند المجتمع العربي الإسلامي قلتم تحرير الدين من الثقافة، هنا ما المقصد هنا الدين؟ يعني حتى المفهوم ينبغي أن يضبط. بالنسبة للدين هنا هل القصد يعني تحرير الدين من الثقافة الدينية؟ لأن كانت هناك اتجاهات في الغرب الإسلامي يعني عند العرب في الوطن العربي الإسلامي يعني في هذه المسألة بالذات، يعني لأنه كانوا يعني سبب تخلفهم وكانوا في مرحلة النهضة، فكان يعني هناك منادات يعني السبب الأساسي في صلاحهم في نهضتهم هو الدين، فبالتالي ومع ذلك كانت هناك ثقافة دينية. فهنا يعني لابد من أن نميز بين الثقافة والثقافة الدينية السائدة. المسألة الأخرى يعني لأن كان هناك أفكار كثيرة أثرتموها، قراءة النص القرآني، يعني هل قراءة النص القرآني يعني النص بدون شروط؟ يعني لأن قلتم بأن اللغة يعني القرآن نزل قرآنا عربيا، بالتالي يعني قراءة النص القرآني لمن الخطاب؟ هل للعلماء المختصين في المجال أم الكل ينبغي أن يقرأ هذا النص بدون ضوابط وبدون قواعد؟ لأن قراءة النص يعني أنتجت لنا يعني أطروحات فكرية مدى يعني صوابيتها ومدى يعني مصداقيتها، فلهذا يعني بالنسبة لقراءة النص يعني هنا هل يعني بدون ضوابط؟ لأن احنا نتمجد حتى العلوم الحقة لها ضوابطها ولها مقاييسها،
يعني لا يمكن للعالم أن يخرج عنها إذا أراد أن يبحث في هذا المجال. فهل معنى ذلك أن في النص يعني قراءة النص القرآني العربي يعني ليس هناك أي ضوابط؟ قلتم يعني كذلك كل الفطرة، كل مولود مثلكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه، معناه أن الفطرة تتأثر بالثقافة وأية ثقافة، يعني لأن الثقافة يعني متعددة قلتم بأن من حيث المفهوم يعني متعدد وهذا. فهنا بالتالي هل هنا يعني لا بد أن نميز الثقافة التي أشرتم إليها وبين الثقافة يعني المتغيرة والمتعددة، والثقافة أيضا بين الدين والثقافة الدينية وبين يعني الثقافة بمفهوم عام، يعني هناك يعني أفكار أثرتموها جدا، جزاكم الله كل خير، أتمنى الإشادة فيها وجب. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر مرة ثانية الإخوة الطلبة على ما تفضلوا به من تساؤلات واستفسارات وتعقيبات وانتقادات، وأشكرهم ثانيا على حسن تفاعلهم مع ما تفضل به الأستاذ الكريم في هذه المداخلة القيمة ذات الأبعاد الفلسفية والتساؤلية. ولا شك أن الكثير من هذه الأسئلة هو يعني بمثابة مشاريع وأسئلة لمشاريع ولبحوث ولدراسات، وتحتاج إلى يعني تأمل أكثر وإلى تفكير أكثر. ولكن من هذه الأسئلة كذلك التي طرحت ما يحتاج إلى بعض التوضيح وبعض البيان، منها ما ذكره هشام، ولا شك أن ما ذكره هشام بخصوص هذه الصور والتجليات للترجمة عن كون الإنسان سؤالا متشوفا متطلعا إلى ممارسة العبادة بشكل من الأشكال وبصورة من الصور، ليس هو ما ذكر الأستاذ سيان، ذاك ليس هو المقصود، ليس هو المقصود بتلك الصور من التقرب إلى الآلهة التي عرفت لدى بعض الشعوب والتي ترجموها عبر مستويات وصور تعبيرية، لا علاقة لما ذكر الأستاذ بهذا الذي يعني فهمه أخي هشام، وإنما المقصود أن موضوع يعني هذا الحديث هو اختلاف وتعدد هذه الصور للتقرب. الإسلام لا شك أنه ترجم هذه الصورة من خلال هذا الذي ذكر مثال له الأستاذ بصلاة الاستسقاء، ولكن الشعوب الأخرى غير الدينية غير الملتزمة بالإسلام المتدين به لها صور، والقاسم المشترك هو هذا، يعني هو الصورة، هو يعني المضمون وليس التعبير عنه. الأخ الطاهري لعله ذكر سؤالا يتعلق بمدى حمل الإنسان اسمح لي الأستاذ عن مدى حمل الإنسان يعني الصفات الخلقية، يعني وراثته للصفات الخلقية عن الأبي بالإضافة إلى وراثته للأبعاد الجينية، ياك إذا فهمت. لا شك أن هذا هو الآخر واضح وصريح وصحيح وعليه من الشواهد الدالة على شيء كثير يكفيكم منها حديث الفطرة، ونحن في سياق هذا الحديث حديث الفطرة المشهور، بمعنى أن الإنسان كما يحمل يعني الجينات الوراثية يعني الآباء يحمل كذلك هذه التي لك أن تسميها بالجينات الثقافية أو المعرفية، والحديث قلت مشهور مأثور حديث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولك أن تعد هذه الأمثلة لتقول أو ينجزانه أو يمغربانه أو يفرنسانه أو يعلمنانه، ما شئت من الصور التي يمكن أن تنعكس على، بمعنى أنه لا شك أنه يحمل أن البيئة لها دور، وهذا هو المقصود. يعني أعطي الكلمة للأخ ليتفضل بمزيد بيان لبعض ما يراه مناسبا ومحتاجا إلى البيان، وإلا فإن الأمر يحتاج كما قلت إلى لقاءات من أجل
استيفاء هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات حقها من التوضيح والبيان. فلا كلمة. شكرا سيدي عبد الرحمن، وأشكر جزيل الشكر للمتدخلين الباحثين الذين غنوا بشكل أو بآخر هذا الموضوع، وكذلك على الصراحة والتعبير عن طريقة التفاعل مع هذا الموضوع، وهو مطلوب لذاته ومطلوب لإذناء وتطوير هذه النظرات. إذن وأنا دائما أعتبر بأنه النقاش الذي يلي المحاضرة لا يدعو بالضرورة الجواب، لأن بالنسبة لي شخصيا النظرات التي قدمتها بين أيديكم هي جهد فكري وبحث مستمر لا يدعي تلك الحقيقة أو يزعم بأنه أجوبة على تساؤلات أو معالم لبديل معين. هي نظرات المراد بها لفت الانتباه إلى إشكالات تحيط بنا وتحديات تؤثث أفقنا القريب والمتوسط والبعيد المدى. كلمات ونظرات تريد فقط أن تشير إلى ما لا يستقيم، تشير إلى أعراض أمراض تعيقنا تمنعنا من الانطلاق، تشير إلى ما يحيط بنا من حرائق تهدد الأخضر واليابس، تشير إلى ما هو قادم ويحمل به عالم اليوم. الغرض من كل هذه الإشارات هو أن نتهيأ، أن نستعد لمعارك أحسبها حقيقية وقادمة، للفت الانتباه إلى أن كثيرا مما نأخذ فيه لا يتناسب وطبيعة هذه الأسئلة وهذه التحديات. إذا كان الكلام مطلوب كما يقول جوت أن الكلام حاجة، يحتاج الإنسان إلى الكلام، ولكن هناك فضيلة أخرى أكثر من الكلام والإنصات. فإذا كان الكلام حاجة فإن الإنصات فن. علينا أن نربي هذه الحاسة وأن نطور ما أسميه بيداغوجية السمع والإنصات. الإنصات خاصية راقية تحتاج إلى جهد وإلى تربية. لا يعني الإنصات هو السكوت، لا، السكوت الذي ينجم عن الإنصات هو كلام صاخب وانفجار في وجه الرضاء التي تحيط بنا، في وجه الكسل الذهني الذي يحكم علينا ويحكم على مؤسساتنا وجامعاتنا. وبالتالي هذا الصمت وهذا الإنصات يعني التأمل في ما يأتي من الآخر. الصمت
أو الإنصات يورث خاصية التواضع والنسبية فيما عندنا. بمجرد ما تجد قوما يتكلمون أكثر مما ينصتون فاعلم أنهم مكتفون بما لديهم ويعتقدون بأن ما لديهم هو الحق المطلق والحقيقة المطلقة التي لا يأتيها الباطل. إذا وجدت كثرة الكلام وقلة الإنصات فاعلم بأن هذا القوم مستقل عن ما يحيط به ومكتف بما لديه وقد أدار ظهره إلى العالم، وهذه أربأ بكم أن تكونوا مثلهم. وبالتالي أنا لن أجيب على الأسئلة التي جاءت بقدر ما فقط أريد أن أدعوكم لأن نفكر مع بعض في أن نكتشف العوائق والأمراض التي تستحكم بنا وتمنع من تطوير فكرنا وتطوير اجتهادنا. إن هذه الآفة آفة الاكتفاء وعدم الحاجة إلى الآخر، والأحكام المسبقة عن الآخر القريب منا أو البعيد منا هو عائق، عائق يقتل فينا ملكة التفكير والإبداع والاجتهاد، ولكن يقتل فينا كذلك الأمل في مستقبل أفضل مما نعيش فيه. ليس هناك أحسن مننا نحن في أن نرفع الغطاء عن هذا الواقع وأن لا نحاول أن نخفيه بتمجيد الماضي أو بالتغني بما حققه أجدادنا. هذا لا يغني في أن نواجه حقيقة واقعنا، في أن ننظر إلى المرآة لنكتشف حقيقتنا في هذا العالم. أنا الذي ألمسه ليس هنا فقط، إنما في مواقع كثيرة، أننا كلما أثرنا بعض ما يؤلم من واقعنا، من تاريخنا، من نظامنا الفكري، كلما أثرنا هذا الموضوع تحس بأن الخوف يستبد بالقوم، هناك خوف يسكننا. فلذلك تجد المحاذر ووضع الخطوط بكل الألوان، حمراء، زرقاء، سوداء، فنحجر على العقل، أو بتعبير أدق نحجر على النظر في أن يسيح. وأن ينظر ويقلب النظر في أحواله، في واقعه، في تاريخه، في مستقبله. هذا الخوف يكبل عدو الاجتهاد وعدو الإبداع. من نكون نحن حتى يتملكنا هذا الخوف من دين، من رحمة الله أنه لم يضعه بين أيدينا لحمايته، بل تكفل بحمايته هو سبحانه. من نكون نحن حتى نتخوف من هذا الدين؟ كم من المحاولات وكم من التجارب التي استهدفت هذا الدين في أسسه، في جوهره، في مبادئه، أين انتهت؟ ولكن الخوف ينتهي دائما إلى البقاء، الحفاظ على الواقع كما هو والجمود على ما هو عليه. لم تكن محاضرتي في ضوابط الدين والأحكام بقدر ما كانت هو فتح نافذة من عالم ربما تسمعون عليه فقط أو ينتهي إليكم فقط علم منه. حاولت أن أفتح هذه النافذة لتطلوا بما لديكم عليه.
تتفاعل تأثيرا وتأثرا حتى توسعوا من آفاق اشتغالكم بإدماج أسئلة طارئة على مجالكم ولكنها قادمة، وبالتالي الخوض في تفاصيل الحديث عن الدين وتميز الإسلام وسبق الإسلام هذا كلام رغم صحته لكن مكروه، لا ينفع ولا يقدم شيئا أمام حقيقة الأسئلة المطروحة التي لا يجب أن نغطيها بالغربال. وبالتالي وضع هذه المحاذير لا يساعد بقدر ما يعيق، لا يضير التفكير والحوار حتى وإن تجاوز تلك الحدود الموهومة. الفكر بطبيعته حر طليق ولا يقرع إلا بالحجة بنفس الجنس، لا يجب أن نحجر على العقد وعلى الفكر وأن نواجه من يفكر ومن يتفكر في أنك لا تملك العلم ولا تملك المعايير ولا تملك الضوابط. يجب أن نطلق العنان لهذا التفكير وأن لا يواجه إلا بتفكير المماثل، لأنه أنا دائما أقولها بأن هذا الدين الذي هو الإسلام لا يثمر إلا وضعناه تحت الاستفزاز الفكري. هذا الدين لا يتحرك إلا بالتحدي والاستجابة للتحدي، هو يطلب، هو من يسعى إلى البحث عن مغالق الفكر الإنساني، عن أسئلته الحرجة، ولم يتردد يتوانى حتى القرآن الكريم أن يكشف لنا على هذه الحوارات التي تتجاوز كل الحدود. واجهها بل كشف عنها ووضعها بين أيدينا نتعبد بها، ولكن وضعها في سياقها وأجاب عليها. إن الأفكار التي نتداولها تعكس مستوانا العقلي ولكن مستوانا الروحي أيضا، وبالتالي علينا أن لا نحرم الناس في أن تسجل للتاريخ موقعها وحالتها الفكرية وحالتها الروحية. الفكر لا يخشى منه، الحجر نعم يخشى منه، كلما حجرنا على الناس كلما كان ذلك الفكر الذي نحذر منه أكثر وأشرس تأثير وقوة في الناس. الفكر بطبيعته والدين أظنه لا يمكن أن ينشأ في غرف مغلقة، الفكر والدين يحتاج إلى هواء نقي، إلى تيارات هوائية، هو ينتعش في الأماكن التي تتصارع فيه التيارات الهوائية. انظروا إلى تاريخ الإسلام، أين انتعشت الاجتهادات الدينية حتى في الدين نفسه؟ أين اجتهدت؟ اجتهدت كلما كان هناك تفاعل وتلاقي أو صدام مع أفكار واعتقادات أخرى، وكلما ساد السكون والنمذجة في محيط ما كلما جمد الاجتهاد، كلما توقفت آلة الاجتهاد بتعبير علمائنا. إذا الإنصات والتواصل لا يكون، التواصل لا يكون بالإنصات الذي يبحث عن الأجوبة التي يجب أن يجيب بها أو يواجه بها من يتكلم. التواصل هو محاولة الإنصات لفهم ما يريد أن يقول،
الإنصات من أجل الفهم ومن أجل المزيد من العلم. خبرتك، تجربتك، علمك هو إضافة لي، تفوتني درجة أو درجات. علي أن أحسن الإنصات إليها لأستفيد منها. أما إذا كنت أنصت لأبحث عن ثغرات لأجيبك أو لأواجهك أو لأفهمك، هذا لا يقدم المعرفة، هذا يحصل في الصراع الإيديولوجي الذي يبحث عن من معه الحق ومن يتزعم. نحن كلنا هذا يحصل إنجاز أن يقبل في بيئة سليمة، الناس تفكر بحرية، الناس تقف على أرضية حسمت فيها قضاياها الكبرى، حسمت فيها إشكالية المرجعية. نعم، يمكن أن يتفاوت وأن يتمايز العلماء فيما بينهم، لكن عندما نكون في حفرة واحدة ليس هناك مجال للمقارنة، هناك من هو تحت ومن هناك من فوق، وكلنا نستغيث بصوت واحد كيف يمكن أن نخرج من الحفرة. وبالتالي إذا كان كل واحد في الحفرة يريد أن يكون فوق فلا مجال لهذا الأمر، سنموت كلنا، سنموت كلنا، لأن الحفرة لا تسع لأن تتقدم إلى 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 فوق. وبالتالي علينا أن ننظم كلامنا، أن ننظم كلامنا وأن ننصت إلى كل الأصوات. عسى من كنا نحتقره أو من هو في أسفل لديه الحل السحري، فلننصت ولننصت. ذلك فن لا يتقنه الجميع، بل يتقنه من ألقى السمع وهو بصير. أنا مع الأخ، مع الأسف لم تقدم الأسماء، الذي قال بأنه قضية العلاقة الدين بالثقافة لم تطرح مشكلة في تراثنا. نعم، وأنا أتفق معه، بالعكس أتخذه دليلا على ما قدمت. وحين قلت بأن هذا الإشكال يطرح مشكلة، ف في الفترة الحديثة والمعاصرة التي قلت في مقدمة هذه الكلمة بأنها سعت إلى فصل الدين عن الثقافة، وهذا السعي إلى فصل الدين عن الثقافة هو الطارئ على تجربتنا الإسلامية، هو الطارئ على تجربتنا الإسلامية. لو كان الأمر كما هو الآن في تجربتنا لكان المشهد العربي الإسلامي في كل مستوياته ذا لون واحد وذا طابع واحد، ولكن وبدون افتخار لهذه التجربة، وليس هناك من يمكن أن يعطي لها دروسا في التعدد والتنوع، قد أقامت الحجة على أن هذا الاجتماع الإسلامي الذي امتد منذ لحظة الولادة الأولى إلى ما قبل الاستعمار، هذه المساحة كلها تقف شاهدة على القدرة على الإبداع في ترجمة القيم في الألبسة الثقافية المتعددة والمتنوعة. انظروا حولكم فيما نفتخر به اليوم، إلى هذا التراث الذي نفتخر به اليوم يقف شاهدا على هذه الحقيقة، ولكن انظروا إلى تراثنا في تجربتنا الحديثة والمعاصرة التي لا تتجاوز قرن من الزمن، حيث نشاهد تراجع التعدد والتنوع وسيادة التنميط والنمذجة. المذاهب والمدارس الفقهية المتعددة التي يزج بها تاريخنا عن ماذا تعبر؟ تعبر عن هذا الوعي
بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لثقافة الناس، لثقافة الناس، ذكر أهل فاس، أهل سبتة، لثقافة الناس في تنزيل معاني هذه القيم. كان الفقيه الواحد إذا تغير مكانا إلى مكان يغير أجزاء من مذهبه مراعاة لهذا الوعي بأهمية الثقافة، بأهمية معيش الناس. فالمذاهب الفقهية والمدارس المذهبية المتعددة هي تعبير عن هذه القدرة في إيجاد التعبيرات المناسبة لتنزيل هذه القيم بما يتناسب ومعيش الناس. لكن في عصرنا الحاضر الذي تحدثت عنه، وأنا للأسف لم أجد له تعبيراً، بعض يسميه الإسلام السياسي، بعض يسميه التيارات الإسلامية والإسلام الحركي وغيرها، هو هذا الذي نقصده، الذي حاول أن يفصل الدين عن الثقافة، الذي زهد في الثقافة كتعبير عن الدين واختلط لديه الدين والتدين وتوقف عند لحظة توقف الحضارة الإسلامية في الإبداع واعتبرها سقف للمسلمين، عوض أن يعتبره منطلقا للبناء عليه وضعه سقفا لحياته. وبالتالي مع هذا التيار الجديد تراجع التعدد والتنوع، حتى كدنا أن ننسى أو نتناسى بأن هناك مذاهب فقهية بفعل سيادة اتجاه معين في العقيدة وفي الفقه. وخيل إلينا بأن المذاهب المتعددة هي كانت مذاهب ما قبل التاريخ أو ما قبل هذا الفتح الجديد، وأن الدين الحقيقي أو الدين الصحيح وما يمثله هذا الاتجاه، ولم نراعي ما تواضع الناس عليه من أشكال تعبيرية مختلفة كانت تستجيب لمحيطها. هذه التعبيرات لم التعبيرات التي تطورت في الحجاز قدر علماؤنا أنها لا تتناسب والمغرب الإسلامي أو الأندلس، فبنوا عليها وطوروها حسب سياقات الزمن. والأفظع من كل هذا لمن يقول بأن لا مشكلة لدينا مع الثقافة، تتاح لي فرص كثيرة للتعرف على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن يكفي التوقف عند واقع المسلمين في الغرب، أوروبا وأمريكا. فيما قبل هذه القطيعة التي فصلت الدين عن الثقافة، كنت تتعرف على التدين في سياقه، فالتدين المصري أو الحجازي أو الشامي أو الأندلسي له تعبيرات مختلفة، لكن الروح واحدة في كل شيء، من المسائل الكبرى الفقهية إلى رتبات الحياة اليومية. لكن اليوم ساد نمط واحد، بحيث وأنت تتجول في العواصم الأوروبية لا تخطئ العين بأن هذا مغربي، هذا سوداني، هذا شامي، هذا موريتاني إلى آخره. لو طرحنا هذا السؤال على أجدادنا الذين كانوا واعين بضرورة ربط التدين بالثقافة، بأن التدين هو التعبير الثقافي على الدين دون الدخول في الضوابط والثابت والمتغير، هذه مسائل تعرفونها، أنا أرمي إلى أشياء أخرى، أشياء عامة أكثر من هذا. لو طرحنا عليهم هذا السؤال، أو لو أتيح لهم، كتب لهم أن يعيشوا هذه التجربة،
لما وجدت في باريس أو في فرانكفورت أو في أمستردام تدين مغربيا، تدين موريتانيا، تدين شرقي، لوجدت تدينا أوروبيا. بمعنى فقدنا هذه القدرة على الاستجابة لحاجات الناس في سياقه. فتماهى عندنا التعبير عن التدين بالدين، فأصبح الستر يعبر عنه بالجلباب المغربي، كما أن اللباس الشرعي بين قوسين هو يعبر عن الستر، يتماهى مع اللباس المشرقي أو اللباس الخليجي، حتى أتى على كل ما أبدعته مجتمعاتنا في المغرب مثلا من أشكال تعبيرية تتفوق بكثير في شروطها الشرعية حتى. إذن لا يمكن أن تقنعني بأنه ليست هناك مشاكل بين الدين والثقافة، بالعكس أحاجج بالتجربة التاريخية الإسلامية على ما نقترفه في حق هذا الدين. نقيم الدليل على عدم صحة ما نقوله بأن الدين صالح لكل زمن ومكان. بواقعنا بمعيشنا نقيم الدليل على أنه ليس صحيح، لأن حتى تعيش مسلما في الدول الإسكندنافية لا تملك من التعبيرات إلا ما ورثته حملته معك من بلدك الأصلي. بمعنى أنه الرجل الإسكندنافي لا يمكن أن يكون مسلما إلا إذا تماهى مع المغربي أو مع المصري حسب من يدعوه إليه. تصور يعني حتى وصلنا إلى جعل تغيير الأسماء من شروط الدخول إلى الإسلام، كأن الدين جاء ليغير هوية الإنسان، ليغير هوية الإنسان، في حين أن الدين الإسلام جاء ليقيم في الإنسان عقيدة التوحيد. التوحيد إذا غرس التوحيد في نفس الإنسان تركه شأنه، لأنه غرس التوحيد فيه هو تمزيق الحجب التي تحول بين الفطرة والتعبير عن أشواقها، فتهتدي، فستهتدي إلى هذه الحقائق وتجد التعبيرات المناسبة التي لا تتعارض. مثل ما يعني أنا لا أجعل من الثقافة مقدسة أو مطلقة، لا أجعل من الثقافة مطلقة أو مقدسة، لا، الدين هو القالب الذي تفصل عليه ما يجوز وما لا يجوز. بمعنى أن هناك نظام من القيم، نظام من القيم يعاد فيه تفصيل ثقافة المجتمع لما ينغرس في تربتها مبدأ التوحيد بشكل طبيعي. انظروا إلى أمهاتنا الآن، لذلك أنا لا أرتاح كثيرا عندما نبدأ في سرد الشروط حتى في قراءة القرآن. القرآن ليس كتابا لمختبر علمي حتى تتوفر الشروط والقواعد لنتبرك به ولنستفيد منه. القرآن هو خطاب للفطرة، فطرة الإنسان. كلما كانت الفطرة نقية وصافية كلما تفاعلت أكثر مع القرآن. بل قد أغامر وأقول كلما ابتعد الإنسان عن الأنظمة المعرفية والثقافة السائدة واقترب إلى فطرة المجتمع في أميته كلما كان تذوقه للقرآن أكثر. جربوا، أقبلوا على القرآن بدون هذه الخلفيات، بدون هذه القواعد وبدون هذه الضوابط، أقبلوا عليها بأرواحكم وبقلوبكم
حدوا من سطوة العقل ومن سطوة الأفكار والاعتقاد بأنك أقدر على فهمه، واتركوا التفسير جانبا، اقرأوه، واجهوه مباشرة بدون وسائط، وسترى. أختم ب أكررها في كثير من مش في كثير في بعض الأماكن التي أرتاح فيها. والدتي أمية، لا تعرف من العربية ولا حرف، أمازيغية قحة، لم ترى، لم يلوث الحرف ذهنها وقلبها، فأرى لما كنا في زهوي الانتماء إلى الصحوة الإسلامية والإحساس بتعالم على الناس ومحاكمتهم والحكم عليهم بالبدعة وحتى الكفر، اكتشفنا مع الزمن بأن تدينهم أعمق وأرسخ وأصدق من تديننا. هذه الأم التي لا تعرف ولا كلمة تصلي بقصار الصور، تعرف واجبها وحقوق الله عليها كما أمهاتكم جميعا، هذه ستتاح لها فرصة أن تزور الدار البيضاء من مناطق الريف النائية، ستصطدم بالحضارة وتحل ضيفة على عائلة ثرية، فبالفرح بها قاموا بزيارتها للفيلا التي يسكنونها أو بالقصر بالأحرى، فصاروا يتنقلون بها من بيت إلى بيت ومن صالة إلى أخرى إلى، وطبعا كل ما كل بيت أو صالة تراها إلا وتنسيك في الأخرى، حتى وقفوا في غرفة نوم السيدة صاحبة البيت وهي تشبه بيوت ألف ليلة وليلة، وأمي تنظر معها وتجاملها فيما تشرح لها، فوقفت بعد انتهاء الزيارة وقالت لها وش نبان لك الحجة، فكانت تنتظر إجابة الانبهار بما لديها كما يفعل أي واحد فينا الذي بمجرد ما يرى مثل هذه المناظر إلا ويتمنى أن يكون عنده مثلها وأفضل منها، لكن هذه المرأة بفطرتها الصفية النقية أجابتها بجواب أوقف شعري أنا شخصيا، ولا أعتبر حكمة بعد هذه الحكمة. تقول قالت لها ترجم: ما أروع هذا لو لم يكن هناك الموت، وكفى بالموت. كقولها وهي ما كتعرفوش، ولكن الفطرة ديالها تكلمات. شوف قياس الأشياء، شحال خصني أنا نقرأ باش نوصل لهذه الحكمة؟ أليست المدرسة ملوثة لهذه الفطرة؟ علاش كل ما الإنسان تعلم زاد في التعلم إلا واحتقر مجتمعه وترفع عنه؟ الأصل أنه يكون العكس في البلدان الأخرى اللي صنعوا هذا الشيء، ما عندهمش هذا الشيء، بالعكس. إذا حذاري من هذا التعالم. الدين هو لغة الروح ولغة القلب، ليس بالضرورة أن يكون استجابة أو أن يكون منتوجا للعلم. العلم الذي لا يكشف عن الحجب التي تغطي الفكرة
علما فاسدا، فلنطلب الحكمة عند هؤلاء. لذلك يثيرني بغضب شديد من يحمل حملة عشواء على ما يسمى بالأمية، الحرب على الأمية، إعلان الحرب على الأمية. في الأمية الحكمة، ما تبقى من هؤلاء الذين تحدثتم عنهم وتتباهون به هم مستودعهم. علينا أن ندرك هذا الذي عندهم قبل فوات الأوان. تقول حكمة إنجليزية: كلما مات شخص مسن احترقت مكتبة. فلنتواضع ولنحسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدد شكري وامتناني للأستاذ مصطفى على صبره ورحابة صدره وساعة أفقه وحسن إنصاته وتفاعله. وفي إطار التفاعل معه أضيف إضافتين اثنتين على هذا الذي ذكره تتماشيان معه وفي سياقه. فأما الأولى فتتعلق بما ذكره أخيرا، ولعل هذا الذي قصده هو الذي أشار إليه الأستاذ فريد الأنصاري رحمه الله، ونقل فيه نصوصا كثيرة عن محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي في كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. هذا الذي قصده هو عين وأذن ما قصده المرحوم فريد الأنصاري في كتابه التوحيد والوساطة في التربية الدعوية. قد ذكر الوساطة وأنواعها ومظاهرها وإشكالها، وهو عين هذا الذي يذكره الأستاذ. ونفسه إذا صارت الوساطة بمثابة السدود والحواجز والعوائق التي تمنع التواصل الحقيقي من النص، ومن ها هنالك كانت دعوته إلى ضرورة إعادة صلة الوصل بالقرآن الكريم، ولذلك كان مشروعه كله يحمل هذا النفس ويدفع في اتجاهه. وهذا الذي ذكره كذلك له علاقة بذاك الذي سماه فريد كذلك رحمه الله تعالى مما يحجب الرؤية ويؤدي إلى تفويت الإنصات الجيد، سماه هو بعلم النفس الحركي في الكتاب الذي كتبه. وقد أثر ما أثره الكتاب، وكل ما ذكره فيه أو أغلب ما ذكره فيه صحيح مليح بتعبيره. أقصد كتاب الأخطاء الستة للحركة الإسلامية. وأما ما ذكره بخصوص نقل هذه الصورة النمطية عن الإسلام الذي أصله التنوع والتعدد إلى الغربي، فشواهدها كثيرة، بمعنى أنه يقصد أن يقول على أن المسلمين في شتى بقاع العالم العربي والإسلامي ينقلون يعني الصور النمطية التي في بلدانهم إلى بلاد الغرب، وكل من زار الغرب يعرف هذه الحقيقة، بما في ذلك الخصومات والنزاعات والمشاكل وهي بالجملة. وهذا الذي ذكره من ضرورة أخذ السياق بعين الاعتبار في التعبير عن الدين الذي هو التدين على وفق السياق هو الذي كان عليه، وهو الذي يعني ذكر فيه الفقهاء هذا المسمى بالعملي الفلاني أو يعني كل هذا إنما هو تجسيد لهذا الفهم الذي أضاعه المسلمون هؤلاء الذين يتحدثون عنه. وتعجبني هنا كلمة ذكرها الأستاذ الفقيه المجدد أحمد الريسولي وهو يتحدث عن هذا التنميط، قال هو يعني ضرب مثالا دالا ومحيا، قال على أنه لا ينبغي للمسلمين في الغرب مثلا أن يهرعوا أول ما يهرعون إليه إلى تغيير أسماء من يدخلون إلى الإسلام. قال ماشي بالضرورة مثلا إحنا غير الإسلام نغيروا الإسمية ديالو، لا، حتى إحنا مزيان يكون عند المسلم اللي سميته جون وبولو، هذا ما المانع من ذلك؟ واش الإسلام عنده هذا الهدف أنه يغير الأسماء ديال الناس إلا من كان يحمل اسما معاكسا مشاكسا أو مخالفا للقيام
أما الأصل أن الإسلام ينبغي أن يحتوي هذا التعدد وأن يكون في هذا التعدد، وهذه في الحقيقة لها دلالتها وتدل على أشياء كثيرة ينبغي أن يأخذها الإنسان بعين الاعتبار، يغيم مثال قدمه، ولكنه يدل على منهج التعامل. إذا قلت لا يسعني في آخر هذا اللقاء العلمي الذي تمتعنا به حقيقة بهذه الإضاءات وهذه البصائر النيرة لأستاذنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يصيبه ويجزيه خير الجزاء على تجشمه على المجيء والسفر من مدينة الرباط إلى هنا لهذه الجلسة العلمية المباركة. ولا يفوتني أن أذكر إخواني الطلبة باللقاء الذي سنعقده غدا بحول الله عز وجل لمدارسة كتاب، أرجوكم أن تحملوا هذا الكتيب الصغير معكم حتى يسهل على الأستاذ إن شاء الله عز وجل أن يشرحه الأستاذ حسين عبد الرازق بحول الله عز وجل في دار القرآن الإمام نافع كما هو الإعلان عندكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.